بتحبي الفاشن وبتحبي اللبس وذوقك حلو جدا في اللبس. خلينا نلعب لعبة عندها علاقة بالفاشن. اوكي صندوق معاك. ايه ده؟ يلا افتحي. شو حاطين؟ افتحي افتحي يا سمسم. ايه ده حلوة. في مقص. اوكي انت بتخافي من الآلات الحادة؟ ايه طبعا. في حياتك مشاهد نفسك تقصيها؟ شو في اشياء لازم تنقص؟ اللي بقى لازم ينقص؟ في كتير اشياء بتنقص بالحياة، في اشخاص بتنقص من يلا حياتك. يلا قصي بقى، نقص ايه من حياتك؟ لا مش رح اقول لك اسامي ومش رح اقول لك. شو بدك تحطهم هون؟ شو بدك تعرفي؟ نوال نقص مين من حياتك؟ كتير ناس قصيتهم اصلا. خلاص ما بقاش في ناس عايزه. خلاص خلاص قصي البوم. خلينا نحكي فن. يلا قصي البوم من مسيرتك. تقصي مين؟ البوم ايه؟ ولا البوم لانه كل أغنية. البوماتي بصراحه قصي اغنيه. يا ريتني ما غنيت الاغنيه دي، مش عاجباني. ولا اغنيه، ما انا كتير نيقه باختيار أغنية يعني. ليكي فني خط احمر لانه من اول بداياتي، ليكي ومن اول بداياتي. شو؟ طب نوال فنك خط احمر وحياتك الشخصيه خط احمر، نتكلم عن لا ايه بقى؟ لا لا لا، حياتي الشخصيه خط احمر، ما بحب احكي بحياتي الشخصيه وفنك لانه خط احمر. في عائله اسالك ايه؟ فني خط احمر تقلك شو؟ خط احمر هون غير عن حياتي، خط احمر انا بالنسبه لي خط احمر، ممنوع ينزل شيء انا مش راضي عنه. طيب المسطره، بتحسبي خطواتك بالمسطرة ولا ماشية كده بالبركة؟ ماشية بخبرة، خبرتي. بتخططي؟ أكيد بخطط، أكيد. هذا الألبوم لو مخططنا له مظبوط أنا ومارسيل ما وصلنا له. المزورة، في أشخاص بتحسبي المسافة بينك وبينهم وتحطي حد معين. أي طبعاً، كل واحد له رقم معين. يعني ده مثلاً مش عايزاه يقترب مني أكتر من 10 متر. أي. ده 50 متر. آه. ده ممكن يقرب. ما يقرب على طول، في حدود. في حد قريب جدا. لأي شخص بالحياة في حدود، في احترام مين ما كان يكون. احترام الحدود. وبعدين منجيب منقيس كل شخص قدي بيقرب وقدي بيبعد. طب ممكن نفتح العلبة؟ تفضلي. خطوة في حياتك كنت معلمها بالطبشورة واكتشفتي انك علمتي في المكان الغلط. في؟ أكيد في. برجع بروح دغري بمحي وبظبط الموضوع. بتلاقي حل دايما لأي حاجة بسرعة؟ ليك بدي لك شغلة، أي مصيبة كبيرة على طول بستوعبها وبحاول حلها وظبطها. مين شايفة إنه كربون منك، كوبي منك، أو ماشي على خطاكي؟ ليك ما بدي أقول أسماء، بس في دبلوماسية جدا. لا ما هو اللي بين اللي كيف بدي اقول لك، اللي بيقلد ما بينجح. شايفة ان في ناس بتقلدك لما بتشوفي كده تشوفي تقولي دول؟ ليك بحب انه بيتاثروا باشياء كثير انا بعملها وبشوفهم ماشيين فيها، بس انا بنبسط. الإبرة، خلينا نروح للإبرة. ممكن تقولي انك عصبية لدرجة انه خلقك يبقى زي خرم الإبرة؟ لا مش هالقد عصبية، أنا واضحة كتير وعصبيتي يعني بتشوفيها. يعني أنت هادية؟ ما بخبيها وماني مجنونة يعني، لا بفش خلقي. إيه يعني بكون لهون صار تبلش فش خلقي، خلص بكون صار الحمل كتير كبير. وبتهدي بسرعة؟ 5 دقايق فعلا؟ والله.